مش قادرة، جعانة جعانة، نفسي اكل اكل براحتي كده. لا 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 مش قادرة، نفسي اكل براحتي، اكل اكل، انا بحلم بالاكل وانا نايمة بحلم بيه. خلاص انا مش قادرة اكمل بقية الاسبوع. يا بنتي خلي عندك شوية ارادة، فاضل يومين على اليوم المفتوح. اليوم المفتوح ده انا نفسي اكل كده سندوتش طعمية ولا بتنجان مقلي. مش للدرجة دي يا بنتي، اليوم المفتوح مش معناه ان انت تعكي. ها وزنتي نفسك ولا لسه؟ لسه، اخر الاسبوع هبقى اوزن، لما لقيت نفسي نزلت 5 كيلو هرجع اضرب واكتر من الاول وتظل في الدايت. وجوزك هو كمان طز؟ لا طبعا مش طز، ما انا بعمل الدايت المنايل ده علشانه. يبقى خلاص لازم تستحملي، هو شهر واحد هتمشي عليه مع الدواء واكيد هتنزلي. يا بنتي ده رجيم متجرب، ما انت عارفه. عارفه بس مش عارفه بقى ليه كده شعري عمال يقع والدواء منشف ريقي، وحاسه كده ان انا معدتي قايمه عليا. ما هو ده لازم يا بنتي، معلش لما النتيجه هتبان عليكي كل ده هيهون. صح، يا رب بقى. مساء الخير. اهلا اهلا، ازيك يا بنتي؟ فينك؟ انا موجوده، انتوا مش باينين. مش باينين يا محمد؟ موجودين جوه البيت اهو، يعني هنروح فين؟ بقول لك ايه، انت لازم بقى تقعدي تتغدي معانا. لا انا يا دوب امشي، اصل ورايا ميعاد، وبعدين انا هنا من بدري، وكمان اصلي عامله دايت. مش عارف حاسك كده متوتره في حاجه، مش عارف. مع ذلك بقى براحتك، هو انت كمان عامله دايت؟ اه دي موضه بقى. مع السلامه. مع السلامه. تليفونك على فكره تنسيه. دايت اخد كل عقلي. يلا باي باي، مع الف سلامه. يلا 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 يا بيبي بقى، يلا. بصي حبيبك وجوزك وحياتك وكل حاجه في الدنيا واقع من الجوع، عايز اكل. عامل دوشه ليه يا سامح؟ ما الاكل عندك في المطبخ اهو، قوم كل. ايه ده؟ مش فاهمك بقى، ليكي رياكشنات غريبه ونظرات مريبه، انا مش فاهمك. انت بقيت عصبيه قوي على فكره، انا مش عارف ليه اليومين دول بقيت عصبيه قوي. ايه ده؟ سندوتشين؟ لا لا لا، انت على فكره فاهمه غلط خالص، انا خلاص فطرت في الشغل، انا بتكلم بقى على الطبيخ، على الاكل، الاكل اللي بجد، انا جعان. طبيخ؟ طبيخ ايه يا سامح اللي بتتكلم عنه ده؟ انت مش عارف ان انا عامله دايت؟ دايت؟ دايت ايه؟ انت مصدقه نفسك؟ بقول لك ايه، استهدي بالله كده ومنتهى البساطه والهدوء اللي في العالم والابتسامه العريضه اهي، ها؟ قومي حضري لنا نطفح وخلي يومك يعدي على خير. يلا الاكل عندك اهو كل، وانا هاكل هنا. سامح انا مش هقدر اشوف منزل الاكل. يا مثبت العقل في الراس، يا رب يا رب يا رب ارحمني. بقول لك ايه، انا مش هدي عقلي لحد تاني ابدا في الدنيا، انا بنفسي شايفك بعينيا الاثنين دول، وانت امبارح ضربه نص طاوله البيض، نص طاوله يا مفتريه، لا 16 بيضه كمان. واول اول امبارح صباط الموز من المستورد، اللي هو الصباط قد كده ابو لزقه، فهماني المستورد. واول اول 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 علبتين زبادي 2 كيلو، العلبه كيلو، ومن 3 4 ايام 3 كيلو سمك، مش 3 سمكات، ها؟ وقال هي عاملاهم مشوي، قال هو ده اللي هيخسسك يا فالحه. الله اكبر في عينك يا سامح، انت بتعدي عليا اكل الدايت؟ يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب عليكي انت، واللي تشدد لك وعماله تخمسي فرحانه. خمسي على ايه يا شيخه؟ بخاري وخمسي؟ طب بخاري يا مفتريه، ده انا اتخرب بيتي من ميزانيه الدايت بتاعك، حرام عليكي، حسبي الله ونعم الوكيل. يا سموحتي ده دايت كيميكال انا جايباه من على النت. جايباه من على النت؟ والنت بقى النهارده طلع لي خيار البخل ده، ومع ذلك مكلفني 40 جنيه. يخرب بيتك، حرام عليك، 40 جنيه ايه ده، انا اتخرب بيتي. اعمل ايه بس؟ كيلو الخيار طلع ب 8 جنيه وانا لازم اكل 5 كيلو. انت عارفه انت محتاجه 5 كيلو لكاكين انزل بيهم عليكي، افضل اصدغ لك كده يمكن يجيب معاك نتيجة، يا يخسسك يا يرد لك عقلك، يعني حاجة من المهم هيجيب لك نتيجة. اخسى عليك يا سموحتي. على فكرة بقى، يسرى صاحبتي ماشية على الدايت ده بقالها 3 أيام ونزلت 10 كيلو، وبكرة لما تشوف مراتك بتتحول لمانيكان كده هتندم على كل كلمة تفوهتها في حقي. تفوهتها في حقك؟
البنت ضليعة يعني في اللغة العربية، ما شاء الله عليكي. ايه ده؟ ايه كمان انتي بتبلبعي ده؟ شوف بنفسك وريني كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جالك السكر؟ على فكرة أنا قلبي كان حاسس إن هيجيلك السكر من ساعة يوم عيد ميلادك لما ضربت التورتة بحالها، تورتة إكس لارج مليانة مليانة شوكولاتة وكريمة وحاجات. حرام عليك يا مفترية اللي أنت بتعمليه في نفسك وقلبي تقول لي دايت في الآخر، ده حتى الجرناش اللي فوق الوش، الشوكولاتات اللي فوق الوش، كل ده مش مهم. كان عيني هتطلع على كريزة حلوة كده مقلوظة في وسط التورتة، شفطتيها زي ما أنت شفطتي حباية دلوقتي. كانت حلوة أوي. بس يا عيني يا سموحتي ما قلتليش ليه بس ان نفسك فيها، كنت اديتها لك. اديتي ايه؟ اديتي ايه يا مفترية؟ يا مفترية يا قادرة، هو انت بتسيبي حاجة؟ ده انت عاملة زي المكنسة طول ما انت ماشية في البيت عمالة تلقطي تشقطي يا شيخة. وبعدين فلا الله ولا فالك، سكر ايه بس؟ ده شيء لزوم الشيء يا حبيبي. شيء لزوم الشيء؟ لا بقول لك ايه؟ احنا دخلنا في مرحلة خطر. الأدوية دي ما تتاخدش إلا تحت إشراف طبيب متخصص، هما بيقولوا كده الجملة دي دايما. لا لا ما تقلقش. انا اقلق من ايه؟ هو في حاجه تقلق؟ مفيش ابدا. على فكره يسرى صاحبتي ماشيه على نفس الدايت كله تمام. يا دي يسرى، يا دي يسرى، يا دي يسرى، بتنططها لي في كل جمله وفي كل كلمه، مش فاهم ليه هي بقت المثل اللي على. استنى بس. مين؟ ايوه طنط. ايه يسرى مالها برضو؟ يا خبر ابيض، الإسعاف جت خدتها من الشغل على المستشفى وبتحط في الدورة الدموية. استنى اقعد انت بس الموبايل. لا انت اغمى عليك ليه؟ ده انت جواكي مخزون يكفيكي سنة. الو. ايوه يا حاجة، ازيك؟ عاملة ايه؟ واخبار يسرى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب بقول لك ايه، وحياة ابوكي يعني بالمرة كده وانت في المستشفى كارت توصية كده احجزي لنا سرير جنب سرير يسرى عشان انا هجيب مراتي واجي لك حالا.